إلى جبال العز والصمود كانت وجهتنا، إلى بلودان التي اعتادت العيون أن تسرق من الزمن فيها برهة من الحياة، في قلب الطبيعة، في مكان ارتبط بذاكرة أهل الشام كمقصد في كل صيف وفي كل مناسبة. هنا اختلطت الذكريات بالواقع، فكأن الحرب لم تلقي بظلالها على شمس هذه الجبال. جني، أنا كنت أحلم فيها من 6 سنين، عم فكر لحظة أطلع على بلودان أقعد على الفيراندا بالبيت، وهذا يعني أقعد عم ضليت وقت منيح عم بحلم فيها يعني، وتحققت. وأنا بشجع كل مصطافين اللي بيشتروا بيوتهم من الشام إنه ياخذوا بيوتهم، لأنه بالفعل جو حلو، طريق كتير حلو، الحواجز الله يحميهم كمان واقفين يعني، وطريق كتير أمان. يعني من 6 سنين أنا هي أول جاية لهون، بجي قبل 6 سنين اتذكرت كتير ذكريات حلوة، يعني كل هيك تفاصيل، كتير في تفاصيل رجعت لبالي، حسيت إنه فعلا رجعت البلد مثل قبل. فرحتنا كبيرة كتير كتير، ويعني كأنه ما بعرف لأول مرة بنطلع بلودان. تذكرنا كيف كنا نطلع نلعب، يعني كنا كتير صغار، ويعني هيك أيام زمان كيف كنا. الله يديم هالبلد ويديم قائدها والجميع والجيش. العام انتو بخير وجيشنا بخير. كنت برات البلد، وأنا وبرا البلد تحسن يعني، رجعت الزبداني. حبيت أنه اليوم أول يوم عيد جيبهم لهون. ابني عمره 5 سنين ما بيعرف بلودان، هي أول مرة بيجي. رجعنا بالذاكرة لآخر زيارة هون قبل الأحداث تبع سوريا، والحمد لله أنه غيمت صيف ومرقت، وإن شاء الله بترجع سوريا مثل ما كانت. أول ما فتنا قلنا أسأل الله هذيك الأيام، الحمد لله اللي رجعت، والحمد لله اللي رجعنا، وتذكرنا كل دغري ورجاني آخر صورة أخدينا هون، قال لي هاي الصورة بتذكري وقت جينا وأخذناها هون. يعني دغري الواحد بيرجع بيستفكر الأمور السابقة، والحمد لله كان يعني فعلا مشوار كتير كتير. كنت خايفة، أقضبي عليه خايفة، بس وصلت كتير كتير كنت مسرورة. زحام اعتيادي، تحضيرات لاستقبال زوار العيد كما هي العادة. ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله في إقبال قوي، يعني الحمد لله بعد 6-7 سنين العالم الحمد لله رجعت على المطعم وبقوة، ونشكر الله. هي أحلى من هيك ما عارفين. الله يديم بلدنا ويديم عز بلدنا. كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله، انتم بلدنا بينعاد عليكم بالخير يا رب. أجواء بتطير العقل، رجعت الفرحة والأمل الجديد. رجعت أحسن من الأول إن شاء الله، إن شاء الله بتكون أحسن وأحسن. ذكرت الأيام الماضية ورجعنا للزمان والأيام الحلوة، الحمد لله نشكر الله. برهة من الفرح أنعشت ذاكرتنا، فحتى الطفولة عدنا إليها. هنا للحياة طعم آخر، طعم النصر والصمود. للإخبارية السورية من بلودان، سلمى وديك.